بعد أن أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه، إضافة لتوصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية، مواطنون قالوا أننا أمام رفع جديد للأسعار العام القادم سيكون الأسوأ على الأردنيين، حيث سيتم رفع السلع حسب برنامج التصحيح الاقتصادي، وسيكون الأسوأ أيضا بالنسبة إلى القطاع الخاص بعد أن تتجه الحكومة إلى جيوب المواطنين بدلا من تخفيض النفقات. أنا بتوقع أنه هاي كانت يعني الحلول القاسية جدا، ومجلس النواب متفهم هاي القضية مع وزارة المالية والحكومة أنه ما في حلول إلا هاي الحل كان، بس كان بإمكانهم أن يناقشوا قضايا الفساد وقضايا الشركات اللي تم بيعها بحيث أنه ترجع مقدرات الوطن وتغيير السياسة، بس مجلس النواب يعني بقي بنفس النهج، وقدرت الحكومة أن تقنعهم أنه بتحصيل الأموال من جيب المواطن، ولا حلول في المرحلة الحالية إلا من خلال جيب المواطن وزيادة الضرائب والتوسع فيها. كانت قشات إيجابية، ويعني وقفوا موقف كثير جيد نواب اتجاه الشعب، يعني يفترض انهم يتدبروا يعني باي طريقه ثانيه غير جيوب المواطنين. طبعا هذا كله راح ياثر على المواطن، في بدائل اخرى كثير يعني ممكن يحلوا، والهدف الرئيسي يعني انه احنا انتخبنا هذول النواب عشان يجوا هاي الحلول. والله شوف، يعني جاء عنوان الموازنه لهذه السنه بعنوان التقشف. اللي بنتامله كمواطنين حقيقه وكمراقبين للوضع بأنه هذه السياسة، سياسة التقشف، فعلا تستهدف النفقات الزائدة، النفقات اللي فعلا بتأثر على ميزانية الأردن وعلى الوضع الاقتصادي الصعب للأردن. احنا بنعرف أنه الأردن بيعاني من لجوء ومن هالظروف المحيطة في الأردن، اللي بنتمناه فعلا أنه اللي بتمناه كل مواطن أردني، يعني ممكن المواطن الأردني يستغني عن زيادة رواتب وإلى ذلك، ممكن يتحمل الغلاء في بعض المواد، لكن إذا رأى فعلا أنه هالتقشف استهدف خلينا نسميه الصرف الزائد، استهدف الجهات المصاري اللي بتروح بدون أي وجه حق، إذا رأى فعلا تغيير وهالتقشف فعلا جاب نتيجة، أنا أعتقد أن المواطن الأردني رح يتحمل. لازم المواطن يساهم، هاي بلد يعني إذا احنا ما ساهمنا مين بده يساهم؟ بس بدها توزيع، مش كل العبء على المواطن، وتركيز على الشريحة الكبيرة مش على الشريحة الفقيرة، وفي قصص كثيرة فساد وأماكن ضعف كثيرة بموازنات سابقة، لو بتتصلح بتعدل بالميزانية، بس المواطن بده يشارك ولا مين بده يشارك؟ يعني هي بلد مين هاي؟ لكن زي ما حكيت انه التركيز على الشرائح الغنية واللي بتدخل، التركيز على الضرائب اللي مش قاعدة بتندفع، التركيز على الفاسدين واللي قاعدين بيحكوا عنهم بيعترفوا بيقولوا، بس يعني هذا راح يأثر، عرفت كيف، على الاقتصاد، ورح يأثر عرفت كيف على انه المواطنين رح ينزلوا للشارع مرة ثانية، عرفت كيف، او بدي ياخذوا الفاتورة هاي من جيبة المواطن الضعيف الفقير. وتعودنا على مجلس النواب يا اخي الكريم ما في تعديل، كل سنة نفس الشيء بانتخابات، حتى النواب بداية بيعطوك ريق كويس وبالنتيجة بتلاقي كل شيء سيء، ما في اعتراض، ما في ما مش شايفين احنا فعلا اشي حقيقي ملموس للمواطن، كل شيء على كتاف هالمواطن من جيبة هالمواطن. في كتير طرق لتحصيل المبالغ او المديونية، يحصلوا من واحد او اثنين معروفين في البلد، مليار دينار راح من بين ايدين المواطن. الشعب الأردني منهك وما عنده حتى حيل انه يتحرك، لانه مفوض أمره لله. وبخصوص البدائل، إنهم هم يحصلوا العجز اللي هو 450 مليون، واللي طرحوا النواب إنهم يختصروا منه 300 مليون وخلوا 150 مليون على كاهل المواطن، هو الموضوع هو من هون، راح يأخذوها من هون ويحطوها من هون، وبالنهاية اللي راح يقع في الجورة اللي هو المواطن الأردني.